الاهلاوي سبيشال كله عندنا. بدانا حلقتنا وهنا كل كل مسلمين العالم كل سنه وانتم طيبين. النهارده 7 رمضان، امبارح عملنا شوربه البسله بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وعملنا طاجن اللحمه المكموره، وعملنا كمان الكنافه بالقشطه. النهارده قررنا مع بعض نعمل ايه مع بعض؟ قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، علقنا على شوربه المشروب بتفاصيلها، عملنا فرخه سلقناها في ميه بكون فيها بوكي جرنيه، عملنا صوص شركسيه، وعملنا كمان رز ابيض طري، وعملنا بصله واخده لون ذهبي غامق، وكمان هنبدا نسرفسها مع بعض بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر من جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. الشوربه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها، شوربه المشروب بالكريمه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. وعندك كمان صوص الشركسيه، بص الصوص الشركسيه بطرف يا عم محمد يا بلديات يا غالي يا منصوره كلها. ازيك يا شيخ حسن؟ صباح الفل يا عم محمد يا غالي. صباح الفل يا عم محمد. انا دلوقتي انا عايز اتربينا كلنا على كتاب قبل نظيره للطبخ. طبعا انا عايز كتاب الشيف حسن من عندي قبل العندي يا عم محمد. اسيب عنواني وتبعت لي؟ حاضر 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 حاضر. حاضر حاضر، تحت امرك يا عم محمد، تحت امرك يا عم محمد. تعالى بقى نعمل الكنافه بتاعتنا بزبده البسكوت. ادي البسكوت بتاع الزبده، وادي الزبده بتاعتها عشان تعرفي تشتريها. ادي البسكوت اهو، وادي الزبده بتاعت البسكوت موجوده في كل سوبر ماركت بتاعها، كل الناس عارفه يعني ايه الزبده دي وايه البسكوت ده. هعمل الكنافه ازاي يا ياسر؟ بجيب الكنافه بتاعتي وبفرتكها وبديها سكر بودره وسمنه وبدخلها في الفرن تاخد لون دهبي غامق. كنافه اديها سكر بودره، اديها سمنه سايحه، واقلبها واحطها في الصاج وادخلها في فرن تاخد لون دهبي غامق. تمام. انا عملت لك الخطوه دي امبارح، كنافه وسمنه سايحه وسكر بودره تقلبيهم وتدخليهم الفرن، وبعد ما تطلع تديها شربات وتعمليها في فورمه. تعال اجيب لك الفورمه اللي انا عاملها عشان تشوفي هنعمل ازاي الكنافه بالزبده بتاعه الايه البسكوت وبسكوت البسكوت بتاعها. تعال هنا بعمل الكنافه في فورمه زي دي كده يا ياسر. بص يا ياسر، بعمل الفورمه اهي وبصبها في البايركس بتاعي وبضغط عليها قدامك كده، وتضغط عليها تتماسك تعمليها طارت اهو زي ما انت شايف. تعالى نعمل الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا نص كوبايه من كريمه الكاستر سابق التحضير، بص اهو، عليهم كوبايه من الميه وادوبها كده يا ياسر. وبعد كده بص يا ياسر بعمل ايه، بجيب معلقه من زبده البسكوت دي احطها على نص كوبايه لبن مكثف، معلقه من زبده البسكوت دي بحطها على اللبن المكثف اهو يا ياسر، واقلبها كده مع اللبن المكثف، بقى طعم اللبن المكثف زبده البسكوت اهو. يلا يا جمالك، وتعالى بعد كده قلبيها كده يا ياسر، قلبها مع الكاستر كريم. بص بقى عندك الطعم اهو، اروح مديها كمان ايه كوبايه من الكريم شانتيه المخفوق، كوبايه من الكريم شانتيه المخفوق، وبنفس الطريقه يا ياسر وانت من فوق. يا ام احمد ازيك يا سيف حسن؟ صباح الفل يا ام احمد يا غاليه. صباح الورد عليك، احنا معجبين باكلاتك. صباح الفل وكل سنه وانتم طيبين وكل اهل اسوان طيبين. طيب اسوان مركز ادفو، احسن ناس في الدنيا كلها، سلام لكل ادفويه حبايبنا. الله يسلمك ويبارك لك. والله انا لسه جاي لي بلح سكوت من عندكم من ادفو، باحلى احلى تحية، احلى احلى بلح بسكوت ما حصلش في تاريخ الوجود. احنا عايزين طريق تربط بالبركه. حاضر من عندي قبل العندي يا ام احمد يا غالي. انا وانت طيب وحضرتك طيبه. تعالى بقى كده يا ياسر نحشي الكلام ده. بجيب هنا الكنافه، بص الكنافه يا ياسر، ادي الكنافه بتاعتي اهي يا ياسر، بروح جايب الزبده بتاع البسكوت موزعها على الكنافه من تحت كده. بص التركات قدامك اهو، وكمان دلع للعيال، ادي بسكوت بتاع الزبده بتاعي اهو، ادي البسكوت في كل حته اهو، واحده واحده كده، ادي البسكوت بتاعنا اهو في كل حته، يبقى زبده البسكوت وادي البسكوت بتاع الزبده. وبعد كده قدامك التفاصيل اهو، ادي يا جمال البسكوت مع زبده البسكوت. وبعد كده يا حسن تروح جاي واخد الكريمه الجميله دي اللي بطعم زبده البسكوت،
مع اللبن المكثف مع الكاستر كريم مع الكريم فريش او كريمه الكاستر قدامك اهو، تروح جاي واخدها كده موزع ديسك كده من الكريمه دي على البسكوت وزبده البسكوت. وباكد عشان يا عم احمد، يا احمد سلام لكل هنا يا احمد. الو صباح الفل يا احمد. ايوه السلام عليكم. صباح بركات يا حبيبي. صباح الفل يا احمد. عايزك تنزل لي مقادير الكيكه الجلاش. حاضر يا احمد، هعمل لك احلى كيكه الجلاش حاضر في رمضان يا احمد، وانزل لك مقاديرها دلوقتي. بعد ما حطيت زبده البسكوت احط كمان البسكوت عشان ادلع العيال. بص قدامك التفاصيل عشان ادلع عيالي باحلى كنافه. لو انت رحت اشتريتيها بقد كده من بره، خدي بالك اهو بكل سهوله تعمليها ومش هتطلع اللي انت عاملاها، هتطلع احسن 100 مره من بره. واروح جايه بايه تاني؟ طبقه من الكنافه تاني اهو يا ياسر اللي انا حمصتها واديتها شربات. يبقى طبقه كنافه تحت وطبقه كنافه في النص، ووزع كده اهو كده مكبس يا تفاصيلك. واحده واحده كده اهو عشان تعملي التفاصيل كلها قدامك اهو اللي عايزه. وبعد كده يا عم ياسر مكبس فين يا استاذ يا ناديه؟ صباح الفل. صباح الفل يا استاذنا. نهارك قشطه يا استاذه ناديه. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ. وحضرتكم جميعا طيبين يا استاذه ناديه. تسلم ايدك والله، منورنا منورنا. صباح الصباح ونهارك قشطه يا استاذه ناديه. يا رب يخليك لنا يا شيخ دايما. امين يا رب العالمين يا رب. تسلم ايدك يا رب، الله يديك الصحه. امين يا رب العالمين يا رب. انا كنت عايزه اكلم حضرتك يا شيخ. تحت امرك يا استاذه ناديه، معاك مش على الهوا بقى، كنت عايزك في حاجه انسانيه كده. طب حاضر، خليكي مع الاستاذه نانسي. حاضر تحت امرك. خد الصوصات بقى والحاجات الشوربه دي عشان تغري فيها يا موسى يا عم حسن. يلا زي ما انت شايف كده قدامك الصوص الشركسيه والشوربه. ايوه الله ينور عليك. تعالى نعمل طبقه بقى، تعالى نعمل طبقه كده اهو، واسيب مساحه للايه للدلع بقى. ما تنسيش ان الكنافه دي باسعارها خياليه بره، تعمليها بكل سهوله في البيت ومش هتطلع زي اللي انت شارياها دي، هتطلع احسن منها. تمام. تعالى بقى يا ياسر ندخل دي فين؟ التلاجه يا ياسر، تشد في التلاجه عشان تشد في التلاجه، واطلع اللي انا مجمدها في التلاجه. وبعد كده تعالى بقى كده اهو نشوف هنعمل ايه. كل التفاصيل كده قدام. اجيب عندي زبده الايه؟ انا سيحت الزبده دي في الميكروويف، خدي بالك. هتقولي يا سايحه ازاي حسن؟ انا سيحتها في الميكروويف 40 ثانيه. 40 ثانيه، ارفع لي ده يا حسن. 40 ثانيه بالظبط، والبوله وكله. تعالى بقى كده يا ياسر، بص حط بقى الزبده بتاعت البسكوت كده. بص التركات، بص الحركات، بص التفاصيل قدامك اهو. واحدة واحدة كده اهو، ووزعيها في كل حتة في الطبقة اللي فوق. بص التفاصيل قدامك اهو. بعد كده يا عم حسن هتعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده قدامك عندك تلات اكياس من الكريمة، من مربى، من كريمة الشوكولاتة زي ما انت هتشوف دلوقتي. بعبي هنا اول حاجة كيس كريمة، واحدة واحدة كده اهو مع بعض. اعمل خطوط
يا سا نعمة. ايوه عايزه ادي هداء لخالاتي. اتفضلي يا سا نعمة. بدي هداء لخالاتي بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وماما وبابا برضو واخواتي برضو من البحر الاحمر. واحنا كمان بنبعت لكل اسرتك ومن برنامجنا احلى تحيه لكل اسرتك، ولحضرتك احلى تحيه من برنامج اكلات وتكاتشيف على قناه الحياه. اتفقنا عشان نعمل الكنافه دي بنجيب الكنافه بتاعتنا ياسر بنفرتكها عشان اعمل الكنافه اللي انا حمصتها وعملتها تحت دي. بفرتك الكنافه دي واديها سكر بودره واديها نص كوبايه سمنه وافردها على الصاج وادخلها الفرن تتحمص. اول ما تطلع وهي سخنه عندي نص كوبايه شربات تقيل بسقيها بيها وبفرمها وبحطها في البايركس اللي انا عامله ده وبكبسها وبعمل لها كريمه بطعم زبده البسكوت وبحط زبده بسكوت وبحط بسكوت وبحط بقى الحشو وبحط كنافه تاني وبعد كده زبده بسكوت وبسكوت وبعد كده حشو تاني وبعد كده زبده بسكوت وبلينها بعمل لها كورنيه كريمه بيضة وكورنيه كريمه شوكولاته وكورنيه مربى فراوله وبعمل ثلاث خطوط تحت بعض وبجيب ده عكس بعض وبديها كريمه من الجناب عشان تستمتعي بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. اهم حاجه ديت بعد الصلاه تقدري تاخدي منها حته ليكي ولعيالك ولضيوفك وما تنسيش جيرانك. باكد المعلومه ما تنسيش جيرانك خالص. تعالى نعمل الكنافه دي يا ياسر عشان برضو ما حدش ايه يقول لك عملناهاش. قدامك الكنافه اهي، بتجيبي نص كيلو كنافه تفرتكيها كده يا ياسر، نص كيلو كنافه بتفرتكيها بالشكل ده كده، بتدي لها نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه سكر بودره كده، وبعد كده نص كوبايه سمنه، نص كوبايه السمنه، وادخل السمنه في الكنافه في السكر كويس قوي، واجيب الصاج بتاعي احطها عليه معيشه كده عشان تبقى كريسبي ما تبقاش مكتومه. خدي بالك لازم تبقى معيشه كده عشان ما تبقاش مكتومه. وبكره ان شاء الله اذا احيانا ربنا هنعمل لك الكنافه بالمانجا بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. اهم حاجه الكنافه بالمانجا، هنعمل لها الديسكات بتاع الكنافه، هنعمل لها كريمه فريش، وهنجيب لها المانجا اللي احنا مفرزينها من السنه اللي فاتت، او بتتباع في محلات الخامات الحلواني دلوقتي المانجا المستورده اللي معموله حشو تقدري تعمليها بالشكل ده. تمام كده؟ تعالى ندخلها الفرن. يا جمالك. تقعد كام؟ من 10 ل 15 دقيقة تاخد اللون، تاخد اللون الذهبي الغامق، وبعد كده تسقيها بالشربات التقيل البارد وتفرتكيها وتعملها في صواني. وبعد ما تاخد السوا واللون الذهبي الغامق تديها الشربات التقيل البارد تسقيها عليها ونقول سلام عليكم يا استاذ بأمنال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ حسن؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، بس الصراحه انا وماما هنفطرهم بسبب الكنافه دي. ليه بقى؟ لا بصراحه احنا صايمين كده ما ينفعش. ايه رايك فيها؟ بكل سهوله وبكل احتراف. ها؟ رهيبه. هاتيه يا حاجه، يا حاجه فردوس. ايوه يا شيخ حسن صباح الخير. وحياه رحمه امي ابعتها لك عندك البلد. الهي يرحمها رحمه الدنيا والاخره ويسكنها فسيح جناتها. امين يا حاج فردوس يا غاليه. انا حنط في التلفزيون ناكل الكنافه دي واقسم بالله لازم نعملها بكره. بالهنا والشفا من ايدك ومن ايدي عروستنا طبعا. احنا عايزين الحريره يا شيخ حسن. حاضر حاجة. حاضر هعمل لك الحريره الاسبوع ده. حاضر. كل الشرب اللي بتحلموا بيها هتلاقوها على برنامج اكلات وتكاتش في حسن على قناه الحياه. واحلى كنافات في الدنيا بالريد فيلفت بالمانجا بزبده البسكوت بكل اللي انتم بتحلموا بيها نعمله لكم. بنقول التريكات والحركات لا ناسها، انتظروني.